عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. أي خدمة؟ كيف حالك يا أستاذة؟ الحمد لله، تفضلوا. أي خدمة؟ لقيتنا الرقم نجم مهمية مربع، ما رضي يسلفوني 100 ريال. على هذا الرقم الذي تتصل من حاليا؟ أيوة. نعم أخي الكريم، لأن يوجد عليك خدمة سلفني مسبقا ولم تقم بتسديدها، حاليا لا تستطيع استخدام خدمة سلفني حتى يتم سداد خدمة سلفني سابقة. ما عندي إلا 100 من أول بس. نعم عليك أخي الكريم بتسديدها، لا تستطيع استخدامها حتى يتم سداد خدمة سلفني السابقة. سدد أولا وبعدها تستطيع أخي الكريم استخدام مرة أخرى. لكن أنا وفي دينوني زد ب100 فوق ال100 وبدل 200 شيرة. ما تتجدى منك أخي الكريم، ليس من جانبنا، هذا هو النظام، هو يتم التحكم من النظام وليس من جانبنا. يا أبرة صاحب البقالة يديني إلى 3000 5000، أنتوا إلا 100. أخي الكريم هو النظام وليس من جانبنا، نعتذر جدا منك، نحن فقط للاستعلام. ما تقدروا تدينوني فوق المهمة؟ لا يوجد لدينا أي صلاحية، نحن فقط للإسلام، يوجد لدينا فقط نظام أمامنا. كلموا المدير. نعتذر جدا منك أخي الكريم، هو النظام، هو النظام بذلك الطريقة. يعني الكمبيوتر ما يطاوع؟ نعم بالفعل. يلا مشكورة أستاذة، مشكورة. خدمة أخرى لكم. شكرا، الله يحفظك.